كلمة أم. هيا نتعرف على حرف الألف. هذا حرف الألف. ما هذا الحرف؟ ألف. أنا عندي حرف اسمه ألف وصوته بيقول أ. أنا عندي حرف اسمه ألف وصوته بيقول إي إي. أنا عندي حرف اسمه ألف وصوته بيقول أو أو. أنا عندي حرف اسمه ألف وصوته بيقول أحسنتم. سنكت وان نكتب حرف الألف من الأعلى إلى الأسفل، ثم نصف دائرة وخط قصير. هيا نكتبها مرة أخرى يا مليكة. من الأعلى إلى الأسفل، ثم نصف دائرة هكذا وخط صغير. شكرا لك يا مليكة. مليكة سنكتب من الأعلى إلى الأسفل، ثم نصف دائرة وخط صغير. مرة أخرى يا مليكة. من الأعلى إلى الأسفل، وهنا امسكي القلم جيدا. يلا، نصف دائرة وخط صغير. شكرا لك يا مليكة. حرف الألف، ما هذا الحرف؟ ألف. أحسنتي. هيا، من الأعلى إلى الأسفل، ثم نصف دائرة صغيرة وخط صغير. مرة أخرى يا جودي. يلا لوحدك. من الأعلى إلى الأسفل. هيا، أحسنتي. ثم نصف دائرة صغيرة وخط صغير. ما هذا الحرف يا جودي؟ ألف. ألف، أحسنتي يا جودي. تفضلي بالجلوس. هيا سنكتب الآن الحرف ألف. أحسنت. من الأعلى إلى الأسفل، ثم نصف دائرة صغيرة وخط صغير. مرة أخرى يا نور. يلا، من الأعلى إلى الأسفل، ونصف دائرة صغيرة وخط صغير. ما هذا الحرف يا نور؟ ألف. ألف، أحسنت يا نور. تفضل بالجلوس.